يجي دابا عمر ودفي الله سي بارتي يجي عمر ودفي على قبل حميمو على قبل واحد مسلسل سميتو حميمو كيدوز داز فردان وعاودوا دوزوا عاوتاني حيت الناس ما شافوش بزاف ملي عرفوا هادي قرار مزيان ما عرفوش الناس شافوا بزاف دوك غادي يدوزوا عاوتاني غادي تشوفوه اليوم غادي يدوز على الاولى مسلسل واعر بزاف شفتي انت على مي ولا ما شفتيش لا ماشي فوالا ماشي غنشوف شكون شافو عمر ودفي اتقن الدور هذا هو كيتسمى باتقان الدور صفقوا على عمر ودفي صباح صباح عمر صباح بخير مرحبا حبيبي تفضل اخويا صفقونا على عمر دفيه الصباح معنا على الصباح وانت ما عندكش شي موسيقى نورمال واش كيكونوا جايين المغنيين كيدوزوا الموسيقى ديالهم فهمتي صباح عمر صباح الحمد لله بخير صح لاباس بخير مرحبا الله يبارك فيك شحال ما جيتي وا تقريبا شحال ما جيتي كاينه اغنيه بحال شحال ما جيتي ياك كاينه ياك شحال لا تسنيتك ما جيتي شحال تسنيتك ما جيتي خويا برافو على حميمو برافو لكاع ليكيب كامله كاع اللي كتبوا كاع السيناريو صحاب المونتاج صحاب التصوير المخرجه مي برافو ليك انت حيت تقنتي بزاف الدور ديال حميمو راه الدور ودور واعر بزاف غادي نهضروا عليه هذا الصباح غادي تسمعوا حميمو هذا الصباح غتسمعوه كيفاش وغتشرح لنا انت الدور اللي لعبتي شنو هو غادي يدوز اليوم في الاولى اليوم وفي اربعه حلقات كل خميس كيدوز هو داز في رمضان ما تشاش بزاف في رمضان مي دابا داكشي الاولى قروا يعاودوا يدوزوا عاوتاني حيت واعر بزاف حيت مسروع بزاف هو كيبكي هو كيألم شويه كيأثر كيعذب عتي انا تفرج فيه غير الباح فلي عتي تغرغر عينيه وما عيشش عليا يعني يتغرغروا دابا هو ما عيشش يعني يتغرغروا هو كيضحك وكيبكي هو زوين فيه هو الحياه واش مصور في حي حسني اياه ياك مصور في حي حسني برافو عليك ما ديميتسال ماشي برافو على امي الباح كنت كنتفرج دوك الواليده هي اللي هي العرفاته شوف هي تفرجت في الحلقه هي ما تفرجتش تفرجت الحلقه السمانه اللي فاتت والباح قادي كنتفرج فيه بالليل بعدا تفرجته في رمضان لا ما شفتوش رمضان لا داكشي اللي قلتي كاين اللي ما مخبروش كيتفرج فيه كاين اللي مخبروش انه كاع كاين اصلا كاين شي حوايج هذاك ما كنسيقوش المخبار كيكونوا مزيانين واعرين مصوبين مزيان ما كنسيقوش المخبار هي باح شفتني كنتفرج فيه وهي تجي عندي قالت لي مصور في الحي حسني عرفت الدرب فنجة كاغتا نسولو برافو على والله الى الحي حسني برافو عليها برافو صفقة لامويا صفقة لامويا بربي انت كتفرج فيديو وتحط شي كومونتير بالرب تخرج من الكومونتير بالليل على العظيم هادشي راه مصور كنهضر معاك انايا تحط شي كومونتير ماشي على امي نخرج كاها امي هادي صح عمر امي معاك انا عندك لا ملي كتدخل القضيه في الامومه وداك الشيء كنتعذب وخليكم معنا الصباح غادي نتكلموا على بزاف حوايج الصباح معاك غاتبع معنا بزاف حوايج نهضروا معاك على شوفوا اليوم ولا شوفوا في انترنت راه كاينه حميمو اش ام اي ام او ولا ام او او شوفوا راه كاينه راه واعر بزاف تقنتي دور واعر بزاف راه عمر ديجا حنا كنا كنهضروا الصباح على الزواج تقلله سمعتي ولا ما سمعتيش الصباح لا كنت كان كيلهيني ما خلنيش نسمعها هذا خدم شويه هذيك كيدوخ الفنانه قبل ما كيطلعوا هو الحرفه ديالو مدوخ الفنانه اجي شوفوك انت وجاب لي واحد اتاي اخويا راه نيت راه دابا صح مدوخ الفنانه هذا مدوخ الفنانه صافي سير جاب لك اتاي مزيان اتاي هو في شويه الدوخه حنا راه كنديروا واحد الحاجه في اتاي تسمحوا لنا ونعترف لكم بهذا الصباح قال الفنان كيجيو واش راح تشوف الفنان كيكونوا معنا زوينين كيكونوا زوينين راه كتشوفوا فرامج اخرين كيكونوا شويه مكوانسين حنا كيكونوا مرخي اي حاجه يقدر يقولها راه اللعيبه في اتاي فوالا كاع اللي كيوجدوا برامج اصاحبي يقولوا اش قلت لك بدون نديروا حنا في القهوه نديروا شي حاجه في القهوه شو علي غتعيط على شي واحد يقول لي بغيت تشرب لا خويا اسمح لي اسيدي الله يخليك سمعتكم ديك النهار عمر هضرنا الصباح على انه كاين اللي كيتجوج بالزربه كاين اللي كيتجوج متقل ولا واحد جوج سخنا وخبار تعرفوا سمعت هذه في الطريق وطاحت لي واحد القضيه واحد صاحبي قال لي نهار بغيت نتزوج وعاود لي بحال هكا مشى ديما راه الطوموبيل ديالو نهار لحد في الصباح ومشى لواحد القنت ما بقيتش عاقل فين قال لي وقفت سكت الطومبيله ديالي مشيت عند واحد الكارديان سولته قلت له الله يخليك هذاك بدا كيضحك عليه والله العظيم الا عاود لي السيد وكنقولوا واش هذا كيهضر بصح ولا ماشي بصح ومشى وسول واحد الكارديان قال له عافاك الله يجازك بخير ما ديرهاش مني قلت صواب انا راه باغي نتزوج وجيت لهاد البلاصه مشى بريسك ان فيلاج فهمتيني قال له اش نقول لك في الاول الاخر ما بان له بحال كي ملي تاق به قال له واخا وراه واحد الدار ذاك النهار مشى تزوج وجاب المراه في نفس النهار بصح والله الا عاود لي انا بحال شي انت مزوج انا مزوج وكلشي وقال لنا الطريق كيفاش تزوج بلا ما راه كيبيع الثوب في ضرب عمر
ايوا سلام لي حتى الصباح والله ما كذبك ناض حد الصباح فاق مشى حد في الصباح ديسيد انه يمشي يتجوج ويجي وصل بن قرير ديك نفس النهار نفس النهار نفس النهار هذيك النهار تجوج هذاك النهار الحد بالليل المراه بايته عنده ما دي زتا مع القلب ديال بالليل المراه بايته عنده زتا استاهل شوف عزيز كتكون ناشط كتعاود شي لعيبه كيبدا يشوفك الناس كتصعب راسك انت كدير شي لعيبه غتبر عليك كتبقى تزيد فهمتي هذه الزيته المغربي هذيك الليله هذيك النهار العشيه وشوف هذيك النهار الصباح مشى انا لحد ديك النهار بات معاه جوج بها لا خدلي زاد عندهم ولد كنهضر معاك انا ياتي بو عمر واش متبع انت لاستغاك متبع حنان الخضر متبع ايهاب متبع هذيك هذيك تسطينا هذي داز شي فيلم ياك لا ماشي فيلم هذي هذي واحد لافان ديال ايهاب امير اللي كان في لاستغا اكاديمي مغرب ماشي مغرب لاستغا اكاديمي ماشي خويا كنعرفو ماشي خويا اي ماشي خويا كنعرفو في المطار ماشي فيلم هذا انت صاحبك فيلم انت فيلم لا انا لا تيرمو كنشوفك تخيل شي فيلم مشهور سي فري سي فري كاينه كاين واحد كاينه حنان الخضر اللي هي حتى هي كانت في كانت في لاستغا حتى وصلت لبدايه السيمانه كاينه واحد لافان عجيبه لقينا البارح لقينا واحد واحد الفان غريب للقناة كاين دي فان اللي هكذا كيموتوا كيحماقوا على الفنان عادي جدا حنا ما عندناش مشكل هو كيكون كيموت بقوة ما كيبغي الواحد حيت انت فان ديال من عمر لطفي انت كنتي فان ديال من تجي شي واحد كتلاقى معاه تسطات حماق شحال هادي؟ لا شحال هادي ولا دابا ولا مازال فان ديال شكون؟ شحال هادي كان عندي بزاف ما كنت غير كنتزعط في الفن في شي حاجة اللي شفتها شي ممثل ولا شي ممثلة؟ ممثل رشيد الوالي عندك هو سعيد بير كنت فان ديالو هنايا يعني من ناجي عندك دابا كنتي دابا كان فان دابا مابقاش فان دابا السيد حتى هو لعب في الكاتيجوري حتى هو داخل معاهم في السيركوي كنت صاحبي راه ماشي دابا لا روبير دونيرو فان لا 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 انت انا المغاربه لا المغاربه انا بزاف المغاربه ما كنتفرجش انا رشيد سعيد باي انا ضد لا لا لا. انت ضد كاع صافي كاع ما كيتفرجش في الافلام كاع ديال الخارج ما كيتفرج ايوا شنو نقول واحد القضيه انا نقول لك هذا نقول لكم دابا شويه نقول لكم دابا شويه على قبل الحميمو نقول لك واحد الحاجه انت ما عرفاش نقول لكم دابا شويه ايوا شي دابا انت قلتي بانه انت ما عارفش نقول لكم دابا شويه انتوما ما عارفيناش ما خبركمش نقول لكم دابا شويه المهم غندا معايا غادي نقولها لك وغادي معاك ما تعاود صافي على قبل القضيه ديال الافلام الخارج ما كتفرجش فيهم غادي نقولها لكم دابا شويه حيت البارح فاش تفرجت فاش شفت حميمو تفكرت واحد الحاجه تفكرت واحد ما عارفش واش كاين المهم اللي شاف حميمو اللي بغى يهضر مع عمر لطفي 05 30 300 300 حنان الخضر مو عندها لي فان ديالها في الايروبورت عندها هاد الفان هذا اللي هي سلطات المغرب وكنبغيوها بزاف انا جيت عندها من الجديده وجيت كنشرف حنان وعزيز علينا بزاف ديما حنان شكرا حنان عجبتني حيت هي مغربيه وحضور الجمال ديالها تبارك الله رائعه وشرطت بالمغرب واكتشفنا فان اون فان امراه كبيره زعما فان ديال حنان الخضر جوهرات العصر ما كاينش بحالها يعني سبحان الله العظيم واحد البنت نقيه وشريفه وطاهره انا ما شفتش بحالها كل صراحه ما شفتش بحالها نقيه كنتي معاها في الحمام نزيد من اخلاقها لا من تربيتها لا من ثقافتها لا من كل شيء واللي تيهضر فيها راه غير كيحسدها وخايف لا تسرق عليه الاضواء انا من النساء المعجبات بها فقط لان كان اعتبرها بحال بنتي وشرفتني وشرفت بلاد المغرب ديما 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 في العلالي وديما ديما احنا معاها وغتشرف بلادنا وبلاد بلاد بلادنا هذا هو الحب الاعمى هذا هو الحب الاعمى وخليكم انا لا يتخادوا هضروا على حميمو شفتوا حميمو تهضروا مع عمر لطفي الصباح 05 30 300 300 عيطونا الصباح يتخادجو غادي يهضروا معاه وهضرتكم معاك بزاف حوايج كاين كيستيونير كاين كلشي هضروا معاك الصباح على يتخادجو خليكم انا الصباح نوري صباح خير غنلعبوا البينالتي تا هو راه بينالتي غتقيدوا معنا بي او ان ا 052 22 استدرا ميساج نعيطوا لك نقول لك سؤال واحد في الرياضه الا جاوبتي صحيح انت غتربحوا معنا 2000 درهم 2000 درهم ديال الرياضه 2000 درهم ديال السبور 2000 درهم ديال التونيات 2000 درهم ديال السبرديلات ديال التقاشر ديال الباندات ديال الليغات ديال الكاسكات ديال اللي بغيتو ولا تقيدوها في لاصال المهم 2000 درهم ديال الرياضه لانه العقل السليم
الشفي اللي جيش من سليم صباح يا عمر وطفي معنا دا الصباح صفقوا عليه خليكم على لأيت خادو صباح خير كل صباح عندنا لكم 2000 دا سبور 2000 رياضة 2000 باش تريدو باش ديرو رياضة 2000 ديال ما كتربحوها كتصيفطو بينالتي 52-22 بي او ان ا ومن بعد كملوها كيما بغيتو 52-22 غادي نعيطو دابا لشي واحد فيكم نتوما اللي صيفطو بينالتي 52-22 سؤال واحد عمر إلا جاوبوا صحيح يربحوا خاصكم تبعوا لا ميني سبور باش تعرفوا هاد الصباح وقبل ما تجاوبوا خاصكم تجاوبونا في التليفون باش نهضروا معاكم الو صباح الخير صباح النور لاباس عليك الحمد لله شو سميتك كريمه صباح كريمه صباح الحمد لله من اين بدينا كريمه من كازابلانكا عرفتيني يا كريمه مومو إيد راديو مرحبا شكرا معنا كي معنا عمر لطفي تا هو عمر لطفي تا هو كاين صباح الخير عليكم كاملين صباح النور صباح النور عمر لطفي ما عرفتيش عمر لطفي شكون هو نعم عمر لطفي ما عرفتيش لا عرفت اللي متحميمو اي متحميمو صافي بام بام دوري معايا نقول لك نعم لا دوري معايا نقول لك شنو فوالا قال لك فوالا قول تهضر معاه دور معاه شنو تعطيني و تربح ونعطي يلاه صافي سؤال واحد تقيتي معنا هذا الصباح اييه ياك وي سميتك كريمه ياك سميتي كريمه وي واخ غادي نسولك سؤال واحد اها بينالتي سهل يكون شي كون شي كيسيون سهله كاين كاين سؤال واحد اللي كاين دابا هو اللي هو هذا هو هذا هو واش هو هذا هو محطوط ها هو الشيء ها ان شاء الله تقدري تاخذي عمر لطفي جوكر حنا يلاه بدينا لو جو اللعبه غادي نتعاونوا معاك تقدري تاخذي جوكر واخا هو ماشي احسن جوكر تاخذي ولكن ماشي شي ماشي شي جوكر تقدري تاخذي لا فينال ديال الشان وي البارح تأهلت لها الفرقة الأولى عرفنا الفرقة الأولى اللي غتلعب لها فينال ديال الشان كأس إفريقيا المحليين احنا اللي عارفين دابا ان المغرب ما يكونش لا فينال انا قاعدين متاكدين منها حيت رجعوا سمعت بيان هذيك هنا عارفينها بعد الفشل ديالهم في الشان شو سوا ومع المدرب فخر راه صافي 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 شاف حالات والله يعاونو صافي شكون هي الفرقه اللي البلاد اللي تاهلت لها فينال ديال الشان كريمه الكونغو الكونغو وي شمن لون جدي الكونغو الكونغو واخا عرفتي هاد لافان هادي باش تفهم تفهم غدا في الصباح ان شاء الله فتتفيقوا غتقول الكونغو شمن لون دابا كنقدر على الكونغو عمر اش كتقول عمر لطفي المهم خليني تنشوف شحال قلتي شحال علاش اتفقنا شحال ما بغيتي هذاك هذاك لو مونطال شحال ما بغيتي يلاه قول لي انت على قبل 2000 درهم ديال السبور ديال الرياضه غتشري بها انت كديري رياضه ما كديرش رياضه انت سانسيرمون ما كنديرهاش خاص بدا نبدا نديرها مزيان بعد 2000 درهم تديها مزيان تقيدي في البلاصه اللي بغيتي خاصني لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون هي 2000 درهم ديال السبور تشري بها الماتريال باش تقيدي بها ديري بها اللي بغيتي الكونغو هي الفرقه الاولى اللي تاهلت لا فينا ديال الشان راك جبتيها لا سبور راك ربحتي وراك ربحتي ربحتي سنتك جي ما جيتي دابا باسكو كاينه في الخدمه سي بور سا عرفناك ما كاين مشكل دابا مزيره في الخدمه داكشي داكشي ما في البيرو حق الله صافي لونطون جيساي دو فو جواندر مي الاول مره الحمد لله نتوما عيطتوا لي دونك صافي صافي ان غران بليزير وربحتي 2000 درهم ديال الرياضه وغادي تبدا الرياضه وغادي تريدي ان شاء الله والفورما ولا طايع وثاني وما كان 36 34 عليك عليك شكون كيفيق كل صباح كريمه شكون مومو تنتوما تقيدوا وصيفطوا بينالتي 52-22 بينالتي في لو مورنينغ دو مومو على إيت راديو 6 دراهم TTC par SMS envoyé avec Côté Sport MDJS l'esprit sportif هاد الصباح عمر لطفي معنا هذا الصباح على إيت راديو تهضروا معاه 035-300-300 الوغ كاينه كاين لعبتي انت بدا لعب بزاف الافلام ان شاء الله غادي يخرجوا قريب ياك كاين بزاف كاين فيلم عاشوره قريب يخرج ورا لي زيسبوار مع محمد اسماعيل كاين في سيغ يكون في لونسون في فيستيفال ديال طنجة وي هذا عندك اللي غيتلونسو في فيستيفال طنجة ديال محمد اسماعيل واخا كاين عاوتاني السيغي مرجان الاحمر
يلا غنبداوها غتبداو ان شاء الله مع سميه ومع نورا سقل ياك ان شاء الله تسلم لهم هاد الصباح اليان ابخود تري بيان اوكي غادي نوفر في الاخراج تسلم لي حتى هو قلتي غادي تصور حتى واحد سان تيلي في مع ياسين فنان حتى هو وي بريباراسيون لو ميتراج مع عادل الفضيلي كنتسناو لو ميتراج عادل الفضيلي كنتسناو ان شاء الله تسنينا بزاف اخو عادل واحد با عادل اخو عادل اخو حركنا شويه مساعه عارفين خاصك شويه ديال العاقه كتسنى شويه العاقه باش دير شي برودكسيون ديال الصحه حتى شي خصو الفلوس اي لا دوزيام سيزون دو حميمون نورمالمون ان شاء الله ان شاء الله لا دوزيام سيزون دو حميمون الى توفقنا الو حميمون انت كتلعب الدور ديال اوتيست وي ان اوتيست اللي عايش مع اخوه وعايش مع مرات خوه مرات خوه قبيحة جليلة تلمسي جليلة جليلة ما حملتكش جليلة ما حملتهاش انا عاوتاني قبيحة جدا عاوتاني شري هذيك عاوتاني فاش فكرتني في الانيسا منشن ديال سالي فكرتني فيها عرفت بحال هكذا كنت متلوار جليلة استنى الصباح هي اصلا ملي كانت هي ما كانتش كتحمل راسها ملي كنا كنصوروا لسان كانت كتسالي هي كانت كيبقى فيها الحال بعض الخطرات كتبقى تبكي كتقول لك انا اش بيبا مسكينه صعيبه بزاف لا علاقه بهذاك الشيء اللي كدير جليله لا علاقه بها ديك وكتوقع لها واحد المشكل ما بينه وبين راسها انت ساكن مع اخوك ومع مرات خوك كاين بوقتها هو ناجي وي الام ديالك ماتت فاش الام ما ديجا ميته فاش ولداتك واحد الوقيته كتقول كتقول صيفطها انا صيفطها اللي خرجت انا هي باه طارت هي طارت اي مثلتي الدور تقنتي الدور ديال ان اوتيست غتسمعوا شويه من البدايه وليبيزود الثاني غادي يدوز اليوم وكاين في الانترنت تبغي تشوفوه واعر بزاف تسمعوا الصباح ليبيزود الاول كتقدم فيه كتقدموا فيه البيرسوناج فين عايش كيفاش كنبداو نستانسوا مع الجمهور انه يفهم هو عايش مع ولاد الدرب كيقصر معاهم كره كيلماهم ما يكونش كيشد فيه كلشي كيضحك عليه قبيل ديال الدرب فوالا اكزاكتوم هادشي اللي هادشي اللي انا سميتي حميمو كان عايش في درب الدوباشي من شحال وديما كنلعب الكره مع الدراري صحابي ظريفين اللي ما كيخليوني انا اللي نصفر ونهز الكره ونحكم ونلعب معاهم كاع وكيعجبني نشطح كاع كيعجبني نكون معاهم انا بزاف ميمو حتى كيعيط ليا خويا ياسين هذا هو خويا ياسين ظريف وعزيز عليا بزاف خويا ياسين عزيز عليه البيع والشراء وهالكوارة ما فيها حزارة شمال يا سيدي وعزيز عليه قوة هضرة بون اللي غنديروا هو انه كاين واحد الفيرب جديد في خبرك باش تقول تحرق الفيلم وتحرق المسلسل سبويلي ودي سبويلي ما غنسبويليش لكم حميمو سيرو شوفوا في الانترنت وشوفوا لي ما غيدوز في الاولى تقنتي اخويا الحلقه الثانيه اليوم حلقه تقنتي الدور بزاف اخويا التصفيقات شكون اللي شاف نتوما فيكم حميمو شكون حسين قول ليه تبارك الله عليك اخي الله يحفظك ما عندي ما نسالك زعما فريمون ما عندي ما نسالك الدور تقنتي 100% الله ينور انت فكرتي في روبير دونيرو باسكو روبير دونيرو دار واحد الفيلم ماشي نقول لك انه روبير دونيرو دار واحد الفيلم حتى هو اللي لعب فيه اوتيست اللي واحد لقيته غيولي عادي وغيرجع عاوتاني تقنتي بحاله وحق الله كنتي كتلعب الباح انت كنشوفك كنقول فكرتيني في روبير دونيرو في هذاك الفيلم اللي كان تقنو بزاف شكون اللي شافك محميمو شكون شفتي انت ريم انا شفت حلقه واحده الاولى وعجبني بزاف الدور وتفكرت واحد المره شفتك واحد البرنامج قلت لهم انا بغيت فريمون نبدل شي حاجه اللي ما تكونش شي بيرسوناج اللي فريمون نلقى فيه راسي وتما عرفت بانك تقنتي الدور بزاف صافي ريم ما تقويش راسي مجوج ما تقويش صافي راه مجوج السيد دبايا خلات هضر قادر تاخذ الصباح فهمتي ودابا انت زعما معاك ودابا زعما نشرب قهوه من بعد من 10 مسالي فهمتي راه كنحس بيك غدا وتبعك السيدو شتي كاش عارف كاع اش دير وخليها صاحبي ولا كملي يلا كملي يلا كملي يلا كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه يلا زيد شي حاجه راه عجبني الحال ترخا هو السيد كاع راه زيد قولي ليه انا بغيت نعس يلا زيد يلا كملي يلا قولي ليه زيد داكشي اللي كان عندك زوينه شوف والله مهم واحد القضيه مهمه راه ماشي انا اللي تقنت الدور انا كنت قلتها راه الدور اللي تقني هذاك البيرسوناج الى لاحظتي كنقول يقد يكون شي واحد اخر لو شوا ديال المخرجه هو اهم حاجه في هادشي من اختارتني باش نلعب الدور ديال حميمو
وما خدمتش معها انا ما عمرني خدمت مع زكية الطاهري. خدمنا غير في واحد الدوكيمونتير جيت غير باش ندير ان باساج. واش انت باش وجدتي للدور واش تلاقيتي مع دي زوتيست واش مشيتي شفتي شنو كيفاش وجدتي للدور واش كنت توجد توجد بطبيعة الحال كان. واهم حاجه اللي نقول لك اللي كان مجدها هو انها المخرجه من اللي عيطات ليا هي حملتني داك المسؤوليه لذاك الدور. يعني انا في الاول كنت خايف انا كنت خايف ولكن المخرجه شافت فيا انني انا غندير داك الدور. دونك كنبغي اول حاجه نشكر زكية الطاهري. شكرا 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 زكية الطاهري شكرا زكية الطاهري شكرا حمد بوشعلا زكية هضري معاه قول لك شكرا قول لي شكرا شكرا على واجب. كاينه زكية دابا؟ الو كاينه مدام زكية كي دايره؟ الو الو حميمو صباح الخير. صباح النور زكية. سوق المخرجة زكية الطاهري معكم هنايا في البيرو. انت في البيرو كلشي كيسمعكم في البيرو. مومو صباح الخير كنسمعوك دائما. شكرا. مي سورتو اوجوردي كنموتو على حميمو. حميمو في قلبنا وحنا مازالين دابا كنعيشو في حميمو. ولكن الى قبلتي عندي سؤال واحد. جو فو نبوزي اون كيستيون عمر لطفي دابور تو سويت. وي بيان سور. عمر لطفي شكون هو المخرج اللي كتموت عليه؟ شكون هو المخرج اللي بغيتي تصور معاه؟ عاود زكية الطهري شرات لي صداع مع الخري كاملين. فوالا غادي يقول لك راك تعيط واحد فيما كيديك النهار سمعتك وخسر اخويا خدم مع زكية الطهري. والله العظيم شو خاصك تشوف راه زكية غتعاود لك بالضبط ليكيب كيفاش كنا خدامين. راه كنا خدامين عائلة راه ماشي. وعاودينا زكية كيفاش داز التورناج كيفاش وجدتي كيفاش خديتي سان ريسك باش تصوري فيلم بحال هذا وسان ريسك تاخدي عمر لطفي. سان ريسك تبخوند ديجا سان كون ريسك. أولا بغيت نشكر الأولى اللي عطاتنا الفرصة et qui a cru en nous depuis le début. Ça c'est la vérité et je dois le dire parce que ce programme si l'Aula ne nous avait pas fait confiance on l'aurait jamais fait. Et vraiment l'Aula de la خدمة تل آخر تل le dernier jour de la diffusion que je crois la cool home et je les remercie beaucoup pour cette confiance. Avec Omar comme avec toute l'équipe, ça a été un tournage et une histoire d'amour extraordinaire. Qui est sur le tournage, Nchouma? Ah oui. Bkina, ou Bkina fait le montage, ou Tchakna, ou Dabarir, qu'en s'il y a aussi de Monsika, il y a d'aise de la musique du générique que Sarah Mota, la monteuse, a trouvé. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, on est bouleversé. Je voudrais aussi remercier Fatine Yousfi, qui a écrit avec nous, qui nous a accompagnés dans l'écriture, qui a été formidable. Bien sûr, avec toute l'équipe technique, qui a été géniale. Ayoub Lamrani, à la lumière et au cadre, qui a apporté quelque chose de moderne, de nouveau. Omar, notre aventure avec lui, les lectures. Omar, tu as eu des beaux rôles dans ta vie. Mais un rôle, il ira dit, بدل le regard, d'un nes fik, mais elle m'a qu'à nous solik. Hachili, il can dung. Machi ma dertish, dertil, des rôles magnifiques. Mais quelque chose qui va changer le regard, et qui va dire, Omar Lotfi, il est capable de tourner comme De Niro, comme tu viens de le dire, Momo. Ouais. Ça, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. Merci. Vraiment, t'as un an, arsi qu'en nous sur la place au souba, qu'en goulou le premier action, qu'en soufi, qu'en barni. Vraiment, Omar, هرتيني يا حبيبي. ميرسي حبيبتي بارك الله فيك. وكنتمنى نعاودوها العام الجاي. وي. فريمون كنتمنى يعطيونا الفرصة باش نعاودوها. باسكو سي دي بروغرام كي سون إيسونسيال. وي. سي واعر بزاف. حاجة ديفيرون. واعر بزاف، واعر بزاف، مصور مزيان. Et ouais, bzaf, et c'est un hommage à tous les autistes. C'est un hommage, c'est un super hommage. Mais qui m'a dit que les autistes, ils ont dit qu'ils 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 ont dit q
وهذيك الضحكه اون كوين والحنان. عرفتي عرفتي زكيه راه تقولي لي دابا دير شي حاجه، والله ما كنقد ما نقدش دابا نديرها غير الا غنديرها غندير لك غير الميطاسيون ديالها. حيت زعما باش نديرها ما عرفتش تدخل في الشخصيه بحال شي حاجه كترجع لها ماشي. عمر لطفي ممثل واعر، ممثل فيه الحب في الحال، كيسمع كيلعب كيموت على اللعب. سي ان دي غار اكتور كي اريف سور لو بلاطو ا لافونس كي فو تورني ومن كيبدا يلعب كيدخل في عالم اخر. وفهاد الشيء قدامك بحال الا انت في السينما جالس ديغيغ لو كومبو كتفرج شي فيلم. نتمنوا على الله زكيه، نتمنوا على الله ديروا الثاني ان شاء الله. دوك لا دوزيام بارتي واجده ياك ان شاء الله، كلشي واجد ان شاء الله فور لاني بروشين. ان شاء الله يكون خير هذا رمضان، يكون خير ان شاء الله الا كتبتي ديال ربي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. نزل الاولى راه واعر، هادشي راه واعر، هذا دونا الجزء الثاني. شكرا زكيه طاريس فرا زكيه طاريس صباح. شكرا بزاف زكيه، ميرسي ميرسي. شكرا شكرا. بو عمر غادي عندك كيستيون عليكم دابا شويه على ايتخاديو، خليكم معنا. كاين ناس بغاو يهضروا معاك 0530300300، غايشوفوا في انترنت حميمو ولا غايشوفوه اليوم. كاين دوزيام ايبيزود اللي غادي يدوز هذاك الفيلم ديال دونيرو كان سميتو ليفي. سيتي ليفي، شي تشوفو ليفي وتشوفو حميمو، حميمو ليفي. فوالا ما تعرفش فين روبرت دونيرو وفين عمر لطفي. كنا في ثلاث سيمانات ما كانش عندنا الوقت بزاف. ميدين مروكو هادشي اللي كاين سا باس. كنعقل شوف قلنا كنصور واحد لا سيكونس انا والوالد غاديين شتي داك غاديين وبف وما بنادم كاين. المهم الكادر غير علينا ما خاصش يبان اكوش ادروات، بنادم واقف، الناس واقفين ما كاينش كيعزي زعما يشوفوا الناس واقفين. انت اش كيديروا هادو هنا؟ تيمشيو يصوروا في شيقه وانت مدبرين علينا ما عرفتي. تخيل انت داخل في الدور لاعب مع باك وكتلعب وداك الشيء وكتسمع كيقول انت ما يدنا من هنا يسير الله يعاونك. ايوا الناس حتى كاين في التصوير فاش كيكونوا التصوير في الزنقه كيكونوا الناس مجمعين كيكونوا كيشوفوا. لا ما كنصوروش بلا مين فاسون، هو نورمالمون خاصك تشري داك القونت كامل. فوالا فهمتيني، والناس كلهم يكون كلشي ديالك فرحان كلشي كلشي ولكن خاصك تصور بدي موان اللي المهم دابا افيك لي موان وبالفلوس القليله اللي كانوا عندكم ولا برودكسيون اللي كانت عندكم راكم صوتوا حاجه واعره. عاوننا هذا الشيء عاوننا كاع. حيتكم كان هذه مغربيه شي علاش هاد الاغنيه صدقات حيت ما كانوش عندنا لي موان. هذيك الفقصه ديال ما عندكش لي موان خرجت الاغنيه واعره. الغدايد ديال الفلوس اللي ما كايناش خرجوا فلاح. وكون كان عندنا فلوس ما كناش غنديروا هادشي. شكرا، خليكم على ايت راديو. تهضر مع عمر لطفي غنفع كيسيونير دابا شويه. كاين الماتش متسع الصباح على ايت راديو، خليكم معنا. صباح النور، صباح الخير، كلشي بخير وعلى خير. واش غنديروا هاد الصباح؟ غادي نسمعوا ديبانج. شحال هادشي؟ فوالي ديبانج البانج البانج اوليفار تويست على ايت راديو. تهضر مع عمر لطفي 0530300300. حميمو غتشوفوه اليوم في الاولى ولا في انترنت تشوفوه، واعر بزاف مسروع. كيسيونير دابا شويه مع عمر لطفي، خليكم معنا. ايت راديو ماتش ممتاز. شكون؟ ايمان هي غدير معنا ماتش ممتاز دابا شويه على ايت راديو. صباح الخير، خليكم انا مورنينغ دو مومو على ايت راديو. رجاء الو صباح النور، كي دايره؟ بخير صباح النور. صباح الخير، بتهضري مع عمر لطفي ياك؟ شو بغيت نهضر معاه وبغيت نقول لك انت صافي دي زانيك جاسي دو تافور التليفون مي بون مع مرات هاي سامخش. انا عرفتك غتعيطي وعرفتك غتعيطي على وديك. انا فرحانه دابا. انا اللي مرحبا رجاء، تهضري معنا دابا شويه. كاينه كوثر تاهي. كوثر صباح خير. صباح النور مومو، صافا توا بيان؟ تهضري مع عمر لطفي دابا شويه. نهار كبير هذا، نهار كبير هذا، غويد هذا، نهار تبوزي على لا اكزاكتومون. مرحبا، الله يخليك معنا دابا شويه. بونجور على لا، تهضروا معنا دابا شويه، خليكم معنا من اقل من نص دقيقه. نص دقيقه تهضروا معاه ونديروا كيسيون دابا شويه مع عمر لطفي، خليكم معنا. صباح خير، هذه 59 دقيقه. رجاء وي مومو، تهضري مع عمر. كي اسمك؟ صباح صباح الخير عليكم كاملين. بعدا ريم، حسين، عثمان، لمياتو، عمر، صباح الخير خويا. صباح النور، اهلا وسهلا. تري كونتونت اني هضرت معاك والله العظيم. بارك الله فيك. انا بعدا من الناس اللي ما كيتفرجوش التلفازه المغربيه، ماشي حين زعما ماشي عياقه مومو طونس واحد عارف كيفاش غتقول. مي ما كيعجبنيش داك الشيء، كيجي داك الشيء باس فهمتي. كنبغي شي حاجه اللي كتكون لا غير تهضر بالدارجه، ما تقول فتح الباب غلق الباب، داك الشيء ما عنديش معاه نهائيا. بلا ما تبدل شويه، تبدلوا شويه داك الشيء. فوالا بلا ما نعطي السميات ديال داك الشيء اللي كيحطوا في رمضان وداك الخردق اللي كيعجبهم. مفاتيح السياره تبدل داك الشيء. فوالا داك الشيء الحامض، درجه ناريه، درجه هوائيه. مي بون مني هكا سافرت لي لونسمون ديالو، هو كيتفرج شويه في الافلام وداك الشيء المغربي الا كان زوين داك الشيء. قال لي راه كاين واحد المسلسل واعر غيجيبوه في الاولى، ولكن بكا حيد عليا هذا المسلسل واعر. قال لي والله الا غير تفرجي فيه. قلت له علاش غدا انت تلفاز تكون تلفاز صافي تفرج في اللي بغيتي. قال لي لا غير شوفيه، غير حاولي راه واعر لونسمون. ديري محاولة 15 يوم وتت
تكتب الفوق قريبا كذا كذا غير تفرجت فيه وحق الله ممكن بالعاني درسوها اخويا على راه هي اكشي بدوز ما بير ابو هيك تخدم مزيان مزيان اش ندير هاد التليفونات اخويا كوتا واحد فهاد بونجور مامو وي بونجور كوتا بونجور غو قولي هضري معايا مارود في اسمك داكور الوغ ديجا صباح الخير لطوت ليكيب ايت راديو زعما سا نو في بليزير نصبحو على مومو نصبحو على ليكيب ديال ايت راديو اون جينيرال مرحبا اي بور عمر لطفي بونجور اي شنو نقول لك شتو فيليسيت بور لو رول باسكو انا تفرجت في كيلكو ايبيزود في لو مود رمضان اي دابا تنتفرج حتى جودي دونك شحال تفرجتي كيفاش حد ما تفرجتش في لو فيلم اون انتي مي تفرجت كيلكو ايبيزود اون رمضان اه وراه كاين اليوم الحلقه الثانيه اكزاكتومون تنتسنى فان دو جورني باش نمشي للدار ونتفرج على ماكسيم مفرجه في الاولى تفرجي فيها في الانترنيت وكملي اكزاكتومون ان توكا جو تو فيليسيت اي جو تو سويت بون كوراج ميرسي tu nous as honoré bad le rôle parce que tu as changé royalement le نبقاو نشوفوا لي فيلم دو دراماتيك لي زيستوار دامور داكشي اللي تيبقى يضر في الخاطر دونك زعما برافو اي شابو بور توا اي بور تو لي جون ماروكان لي غاديين بالسينما فير لو او بارك الله فيك شكرا ما كاين حتى شي مشكل شكرا كوثر ميرسي بوكو بور ليميسيون مرحبا اللي عشنا معاكم شكرا كوثر رجع تكملي شوفي كملي في البلاصه اللي كنتي فيها يلا في البلاصه اللي كنت فيها دونك حتى الخروج ما بقيناش كنخرجوا باش نتفرجوا فيه باش ما نعاودوش في انترنيت بغينا نتبعوا هكا كيما هو فرانشمون سي ترو توب جي ادوري بكيت مني زعما طيحات عليك الباتل بكيف من المدفع استغلك وكراش نخرج ليه من التلفزه نقزو فرانشمون مسكينه دابا ملي شفنا منك هادشي سيدي عمر زعما انا بيرسونيلمون الا شفتك شي حاجه اخرى زعما قل من هذا المستوى اللي بينتي عليه جات خي ناري ماشي تخي ديسو فريمون ديسو قدر ما بقاش نتفرج غير ما دير دونك انت صالحتيها كنتي في شي بلاد اخرى على هاد الدور اللي درتي كنعلم الله شنو داروا ليك بارك الله فرانشمون ترو 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 توب انا سوي ما عندك الحق رجاء اذاك شي علاش شحال مره صيفط لك جوج مرات واقيلا كاع انا حيت كنا فصيفط لك عاد قلت راه صيفطتي لي علاش كتصيفط لي عاوتاني غادي يقول هذا كما باغي يتسلف عندي شي فلوس ولا شي حاجه حيت شحال مره كتصيفط لي واه هذاك الغول واعر برافو عليك ايوا اذاك شات باش يجي اليوم داك الشات واخا المسلسل داز في رمضان عاوتاني غيبدا يدوز عاوتاني دونك غتنا الفرصه حيت بدا كيدوز باش تقلي خبارك خاصك تبدا تجي باسكو الدور واعر كلشي عندهم واعر كلشي عندهم واعر وجدت قنوا مومو بالدور ديالو كلشي عندهم واعر تبارك الله بداك المسلسل ليستوار الناس اللي نتلو فيه مي هو كلشي كنشوف حتى الا لاحظتي كاع الممثلين راه كلهم هما اللي خلاو حميده يشوفوه الناس بهذا الشيء لان هي رجيم مزيانه في الفيلم في المسلسل واش فيلم ولا مسلسل دابا؟ لا مسلسل هو اصلا كان فيلم صراحه كان فيلم كان لون ميتراج من بعد رجع ولا مسلسل فيلم وتكسب على اساس هذا مسلسل فيلم واعر بزاف مسلسل فيلم بجوج مسلسل فيلم اللي بغيتو مسلسل فيلم واعر بزاف تفرجوا فيه شكرا لك رجاء برافو عمر لطفي تبارك الله عليكم الله يوفقكم كاملين شكرا غادي تشوفوا الحلقه الثانيه اليوم الاولى كاين في الانترنت تبغوا تشوفوا ما مسانيش ما كاين مشكل ولكن هذاك لو شارم ديال كتشوفوا في التلفزه ماناك زوين مع العائله ومع وغير اذا تفرجتي التلفزه راك تاكد على انه ما غاديش الكونيكسيون تقطع الانترنت يقدر يتقطع اي وقيته دونك ربع عمر تفهم فيها كيسونا غاد الصباح كيسونا غاد الصباح على قبل انت على قبل الادوار اللي لعبتي الموسيقى هي دي موسيقى درتي لها قبل زكيه عمر لطفي الدور اللي لعبتي وخديتي فيه راحتك وعجبك وكتقول اليوم مزيان اللي لعبتك الدور مزيان واش هو حميمو وي بيان سور اه وي نمبر 1 رقم 1 وي ها من الادوار اللي صراحه خداوني هما اللي داروا فيا ما بغاو يعني دور دار فيك انت كانسان دار فيك ما بغا واخا الدور عمر لطفي اللي ما حملتيش اللي قلتي ما كانش يلعبوا صورتو والحاجه اش كتصور كتمشي كتمونطا كتلاح كدوز مشات شنو ماشي واحد كاينين اه وي صاحبي يقول لك كاين حتى واحد كاين بزاف الادوار كاين ادوار كديرهم وفي الاخر كتحس باللي راه ماشي ديالك كيتندم معك الحال في التورناج يعني وسط التورناج كتكون كتقول ناري يكون غير ما درتوش وعلاش منين كيجي المشكل
كيجي اولا من ملي كتكون كدير الثقه ابخي كتدخل كتلقى لا بريباراسيون ماشي هذيك ليكريتور ما كتكملش مزيان باسكو دابا الثقه ولا عندها واحد القضيه مهمه لان ملي كنخدم معاك عارفك بلي ما عندكش الكماله ديال مثلا لي زيبيزود اللي غتعطيني غتعطيني واحد خمسة ولا ستة في الاول ولا 10 الكماله ما كايناش هذاك الشيء الكماله اللي باقي ما كنشوفهاش ما كنشوف فيك ليماج اللي كنشوفها هي هذاك الخمسه الاولى ولا 10 الاولى ديك ملي كندخل معاك في هذا كنكتشف بلي في ليكريتور ولا زرب زرب غير كتب حنا خاصنا هذا والتورناج كيكون ما كاين غير انت في خبرك تلقينا واحد النهار نرى صورت هذا الفيلم كاين شي مشاكل في هذا الدومين شي مشاكل كاينين في هذا الدومين شوف دابا دابا راني شفت شويه غادي عاتي شنو هو عاود لي وقيلا ما حسيتي بيا حتى دخلتي وسط لا لا مو رصفتك ميساج قبل هذاك صافي حسيتي اكثر فاش قلت لي هذا مثل هذا الشيء راه واعر بزاف ملي وصل لهذ الدرجه هذه خاصكم تعرفوا كاين شي مسلسلات باش حيت الناس حنا كنغاربه كنقولوا علاش مسلسلات النيفو ديالهم هابط علاش راه كاين شي مسلسلات وكاين دي سيتكم عاد كيفاش كيتصوروا على 100 عاد كيفاش كيتصوروا كتجي انت ممثل كيقول لك شوف الممثل الممثل دابا نتوما جالسين كتفطروا الصباح وغتهضروا على شي مشكل الله اون تورن كتجي تبغي تسول كيقول لك كتجي تقول اسمح لي اكسيون اكسيون انت بديتي صافي راه داكشي علاش كاين شي انتاجات وكينطق راه هادشي علاش ماشي خاص فريمون خاص تجي ما كاينش الوقت هذه اول حاجه بعد الوقت هذه ما نهضروش عليها يعني خاصك انت جاي مع جاي مع واقف مع اكسيون مع وكتقول شوف انت وزهرك كتحاول ما امكن تعطي الاولى لا بروميير الا الا كانت مزيانه الا عندك لا شونس تعاود لا دوزيام راه انت راه لاباس عليك حيت كاين اللي والمخرج محياه وتحياه في هادشي ديال السينما جائز من الصمتة الى التحت كاينه ولا ما كايناش مع بعض الممثلين المهم الو عمر لطفي حميمو الو عمر لطفي الدور اللي تبغي تلعب اللي تبغي تلعب وش نهار كتحلم بيه كتقول خصني نلعب وش نهار اش من دور مثلا لعبتي الدور ديال اوتيست الدور ديال اش تلعب بغيت اخويا نلعب شي قتال ولا شي هو نقد شي واحد اللي غادي جنينة يا ربي السلامة شو واحد كيقتل شو واحد حتى هو كيتشوفو والله الا تجي تعطيه الجاكيطة ديالك تلبسها ليه شي واحد سكيزوفرين زعما لا لا الا شتيه الا شتيه الله يعمرها دار زعما ما عينيه ما يعطيكش داكشي اللي زعما ما تشكش فيه واخا ولكن ياكلك قدامه منيفك عضك مني بداك منيفك اي يا رب السلام احي لا نيفي لا نيفي عزيز علي انا عاد شي حاجه عاد ودني طوال عاد منهم شويه نيفي لا شنو هو الدور اللي عمرك ما تلعبوه عمر لطفي عمرك تبغي تلعبوه الدور واه لا غادي نلعب كلشي اي حاجه تلعبها اي نلعب روبيني نلعب برا اي شيء اي حاجه تخيلت لك نقد اللعبه ما لعب تويو لعب اللي بغيتي لعب ورده افتتاحيه ورده اغلاقيه ورده تمنى لك الخير اخويا حميمو سيرو شوفوه اليوم غادي يكون في الاولى اي في انترنت شوفوه واعر بزاف اي برافو عمر لطفي برافو برافو ليك اخويا برافو ليك شكرا لك جيت فينا الصباح اخويا لا شكرا لك اللي عيطتي ليا مرحبا اخويا الدنيا يعني مرحبا مرحبا بحال محلك اخويا فما بغيتي مرحبا خليكم على ايت خاجو ماشي منتسم دابا شويه مع ايمان بغيتي تقول شي حاجه بتشكر شي واحد بدير شي حاجه نشكر كاع الناس اللي دابا في لا بريباراسيون الناس اللي باقي ما بداوش الخدمه حتى هما كنبغي نحييهم كنبغي نحيي نور الدين الخماري اللي بيرن اوت اللي قريب يصور عبد الفضيل في لا بريباراسيون حتى هو كنتمنى له كل الخير كنتمنى يلقى لي فون بيرن اوت تعلمت بيرن اوت لا في لا بريباراسيون بور لو فيلم اللي غادي يجي اخري برنوت ان شاء الله ان شاء الله صباح الخير كاع الناس ديال السينما الصباح يصبروا الله يعاونكم كنسلم على كاع الفنانه والجمهور اي ليكيب لي زيكيب ديال التوناج السينما عافاكم السينما 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 راه تقدروا ديروا بزاف حوايج الا شفتوا حميمو تعرفوا بانه المغرب المغاربه ومنتي مغاربه يقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج خليكم على ايت راديو كملنا بهذاك الشيء ديال حزن عادل